النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الكاتب العام لعمالة إقليم المغرب، سيد رئيس مجلس إقليم المغرب، السيد رئيس المجلس العلمي، سيد ممثل أسرة المقاومة وجيش التحرير، سيد باشا مدينة المغرب، السادة رجال، السادة وسيدات رؤساء مصالح الدام ومركز عقد الإقليم، السيد عميد الكلية متعددة التخصصات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال، سيدات والسادة عراميل وذوو حقوق المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين، أحسن الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة. يتجدد هذا اللقاء التواصلي وهذا المهرجان الخطابي لتخليد ذكرى من أغلى وأعز الذكريات الوطنية اللي هي الذكرى المجاهدة من أقاليمنا الشمالية. وهذه الأجواء اللي هي طافحة بحبيب البهيدي ومحمد مضياف ومحمد بن بلة، ومن تونس كان حافظ إبراهيم، ومن المصريين كان عبد المعين النجار، ومن السودانيين كان إبراهيم ديا من مصر، ومن جنوب أفريقيا الزعيم الإفريقي الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا. اللغة الفرنسية يعني راكم كنتكم تعرفوا عليها، وكاين واحد الإقبال كبير على هذه القصص ديال الأطفال والروايات اللي ما ليها هما المبدعون القاصون والأدباء. وكنستبشروا خيرا لأن يعني الوزارة ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وزارة تعاقدنا معها عملنا معها واحد الاتفاقية باش تبدا هي تنشر تعاود تنشر هذه القصص وتوزعهم على أوسع نطاق في أكاديمية الجهوية للقصة اللي هي مطروحة حاليا غادي تطلع يعني واحد المجموعة ديال القصص اللي تكاد تصل إلى 20 قصة أخرى اللي غادي تعزز هذا الرصيد ديال القصص الموجهة للأطفال وديال الإصدارات والمنشورات. وغايت باش ديال الوثائق الذاكرة التاريخية، هاد الوثائق اللي كنجيبوها من الخارج وخاصة من مركز الأرشيف الفرنسي ديال باسام اللي كنخرجوا منها هاد الوثائق في المقدمة. نحن نقيموها مناسبة ونحن نحيي للذكرى 69 ديال انطلاق العمليات الأولى ديال جيش التحرير باش نأكدوا ونجددوا التعبئة ديال أسرة المقاومة وجيش التحرير للمقاومين وأعضاء جيش التحرير اللي هما قيد الحياة أطال الله أمرهم، وأيضا ذوو حقوق والمنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير عموما تعبئة ديالهم جميعا من أجل الدفاع وترافع القضية الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية، ومن أجل تثبيت المكاسب والمنجزات اللي تحققت في ظل العهد الجديد لصاحب الجلالة حفظه الله. وطبعا أنتم أدرى وأعلم بالانتصارات تلو قضية وجود أكثر منها قضية حدود بفضل الدبلوماسية الملكية، وتعلمون جميعا يعني الاعترافات الأخرى اللي هي كانت القضية الوطنية الأولى بحيث وصلنا اليوم ل 104 ديال الدول اللي هي أكدت يعني دعمها للمقترح ديال الحكم الذاتي، وأكدت كذلك على اعترافها بالسيادة ديال المغرب على أقاليمه الجنوبية المستجعة. وهذا الإشارات القوية والرسائل البليغة اللي جات من عند عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس
واللي كان قال واحد من الخطاب ديالو التاريخية أمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. لذا ننتظر من بعض البلدان، من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد اللي كتبنا مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل. بعد هذا الخطاب الثاني جاءت واحد سلسلة ديال الاعترافات، لا ديال الولايات المتحدة الأمريكية ثم إسبانيا، مؤخرا الاعتراف ديال كل من فرنسا وفنلندا وأيضا الدنمارك مؤخرا، ودول ديال أمريكا اللاتينية كثيرة، ودول إفريقيا كلها اعترفت، ودول طبعا عربية إسلامية اعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية المستشرقة، وكان كذلك الفتح ديال القنصليات العدد من البلدان الأفريقية وأمريكية اللاتينية بالخصوص، واللي تجاوزات 33 قنصلية وتمثيلية كل من داخلها والعيون كان آخرها الاعتراف ديال دولة تشاد بسيادة المغرب على صحرائه، وجات متزامنة مع النهار ديال الذكرى ديال 14 أغسطس 2024 اللي هي الذكرى ديال استرجاع إقليم وادي الدهب. حفظه الكريم، قبل ما نختم الكلمة ديالي أبدا من أشير إلى أنه من بين الفقرات اللي واللي حقها علينا ومن واجبنا باش نقفوا لهم وقفة إكبار واعتزاز على روحهم الوطنية وغيرتهم الوطنية وروح المسؤولية والتضحية والقيم، قيم دينية والأخلاقية والوطنية والإنسانية والكونية اللي من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المغربي إلى الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. مكرمون والمحتفى بهم أنفقهم سنين واحدة واحدة هما ستة، غادي نضافوا عدد كبير اللي هو كاين ديال المقاومين اللي سبق التكريم ديالهم، اليوم كاينين ستة كلهم، يعني خمسة منهم متوفون واحد قيد حياة أطال الله عمره وأعمار الجميع، إنهم أذكرهم سنين واحدة واحدة.